واخا المميزات ديالك استاذ حمد الناجي في مجال التشخيص شكلا تبارك الله ومضمونا خلات بعض المنتجين المنفذين والمخرجين التلفزيونيين كيستثمروا الطاقه ديالك في اعمال اللي كتستقطب المشاهدين. وراك مؤخرا ولله الحمد شاركتي في عدد من الاعمال التلفزيونيه، وبالتالي كنظن انه كاين واحد النوع من التلفزيون يعني كاين واحد النوع من الانصاف في حقك حاليا، اولا بان لي بوحدي انا هذا الشيء يا استاذ؟ اييه نعم نعم كاين انصاف؟ كاين كاين انصاف يعني، ويعني تقريبا الادوار كاع اللي خدت يعني كتناسبني يعني على حسب حسب انا قلت لك خصني كناخذ تجربه من نفسي، يعني بغيت نعرف راسي المقدوره ديالي فين واصله، واش يمكن لي نأدي جميع الادوار ولا لا غير الادوار محدوده. انا الحمد لله تيقنت على انني جميع الادوار يمكن لي اللعبه. يعني وكاين شي ادوار اللي كنتمنى نلعبها وباقي ما لعبتهاش. في المسرح مازال فيك ما معلوم باقي. ايوا علاش اوسي؟ باقي باقي فيا في ما ندردك وباقي فيا ما ايوا ايوا، ولكن هذا الشيء ماشي كيرجع لي انا، انا ماشي كاتب. انا ماشي مخرج، انا ماشي رئيس فرقه. ما كاينش تقول انت بالتجربه ديالك الطويله ما واش نبدا نرغب لا 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 انت بعيد على المساله ديال الرغبه، لان خاصك تكون انا يعني ملي عيط لي شي واحد ويتفق معايا ونشوف الدور ونلقاه دور، لان يعني انا كنبغي الجديه في العمل، كنبغي الجوده، انا كنمتاز انني نشارك في الجوده، الا كانت الجوده علاش لا؟ توحشتي المسرح شي شويه استاذ؟ اسيدي توحشتي المسرح شي شويه؟ وماشي توحشت انا ملي كنتفرج في هذه الاعمال القديمه والله العظيم ما كنحس براسي انني غنطير بالفرحه. واعمال حاليا اللي كاينه في الساحه كتشوف بعض المرات شي اعمال ولا قليل؟ لا لا انا كنشوف الاعمال اللي كنشارك فيها. لا المسرح في المسرح ولا في التلفزيون. واخا واخا.